قدمت الأمانة العامة للشبيبة المسيحية لعام 2024 استقالتها وتعيين أعضاء لعام 2025. جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه القائم بأعمال النائب البطريركي للاتين في الأردن قدس الأب الدكتور جهاد الشويحات، بحضور عدد من الكهنة والراهبات وأعضاء الأمانات السابقة وأبناء الشبيبة وأهاليهم، وبمشاركة عدد من الضيوف من مختلف الفعاليات الرعوية. وخلال القداس الذي أقيم في كنيسة العذراء الناصرية للاتين الصوفية وأحيته جوقة الكنيسة الكلدانية، تم تعيين الأب وجد طوال مرشداً روحياً، وغسان عصفور أميناً عاماً، ودانا طنوس نائباً للأمين، وإبراهيم مسلم منسق الشرق الأوسط، وروزانا حداد للجنة العاملة، وسارة الجمل للجنة الجامعية، وأبيان النمري للجنة الثانوية، ومروان فرح للجنة الإعدادي، وماريا قندح للجنة البراعم، وأسامة طوباصي للجنة الإعلام، ولين ضبعين للجنة العلاقات العامة. كما تم تعيين فراس طشمان للجنة التدريب والتطوير، وحنا مريشح للجنة الخدمة العامة، ووجدي حداد مسؤول الفرقة الموسيقية. وفي ختام الاحتفال تم إطلاق شعار شبيبة الأردن للعام القادم، وهو احملوا ترس الإيمان. أنتم ملح الأرض. أيامنا هاي ما بنعتبر الملح، بسوي ضغط. لكن قديما قبل الثورة الصناعية كان العمال في أوروبا يأخذون أجرتهم اليومية العمال بالملح، ما كان في مصاري، ما كان في أجور، كان يأخذ كيلو واثنين كيلو ملح. هون إجت الكلمة في الفرنسية سالاري، سالير، سل ملح، صفت بالنسبة إلنا أجرة، بس هي الملوحة. الملح لا يستطيع الإنسان أن يعيش قديما دونه، وفي أيامنا لا زال الملح له المكانة الخاصة في حياة الناس، خصوصا في المطبخ. لكن مطبخنا روحي، مطبخنا إلهي، مطبخنا كنيسة، مطبخنا رسالة راعوية. إذا فسد الملح شو نعمل فيه؟ نجيب ملح يملحه، يلقى خارجا ويدوسه الناس. وهو تحذير من السيد المسيح أن نحافظ على النور وأن نحافظ على الملح حتى نحمي وحتى نحافظ على طهارة المجتمع ونقاوة الشبيبة وأبناء رعيانا.